اولا نزول سماكم راه العنف تقات طائره اللي كان خطيره مس المجتمع، يعني راك تعنى الكبير الصغير. المهم الاشكال ماني غير الاشكال، يعني تاثير العنف اللي تختلف من منطقه الى اخر ومن مؤسسه الى مؤسسه، ولكن البلاصه اللي غير التاثير يقولني قالت المدرسه. المدرسه مثلا تقال هي المكان التعليم التربيه التكوين، ولكن اكيد نسمو كل دائره العنف يعني تلقى خطيره. ومن ناحيه يعني قضيه تفرخت اللي تدنا مس نجيب التارودان تختلف يعني اشكال، يعني قيس مجموعه من الخفايا، يعني كنيكا مجتمع مدني خصنا نسن الحيثيات ميغان الاشكال ماني غادي يشكى. المشكل الاول غير كان من ناحيه الاستاذ كما يقال في مجموعه من التصريحات، يعني انا الاستاذ راه كيتحمل المسؤوليه، واللي كتحمل المسؤوليه اكبر هي المنظومه التعليميه، اللي انا خصها تحاول انا تخلينا استاذ اساتذه ذو كفاءه اللي غيربيو لنا اجيال ماشي انهم يضربوا ولادنا. وثانيا كاين الا كان جهه من يعني الاباء ديال الطفل اللي تعرضت للطفل، يعني خصها اننا ندخلوا في التدخل ونقوموا باجراءات اللازمه، يعني مثلا يعني تكون اجراءات لازمه تجاه المجرمين، هادو راه كتسموا مجرمين ماشي اباء. يعني هادشي اللي كان في دائره العنف، كما قلت لك راه التاثير كيختلف من يعني كاين العنف ضد الاطفال ضد النساء، والتاثير راه كيختلف من منطقه ومن جيل الى جيل ومن جنس الى اخر. تحياتي. ديال العنف انتشرت بزاف في المدارس خاصه العموميه، حيت الخاصه كيكونوا الناس دافعين فيها الفلوس، اذا ما كيكونش فيها العنف حاضر بصوره جيده، ولا ما كيكونش واضح. مي كيكون واحد العنف ولكن ما كيكونش واضح. ما بالنسبه للمدارس العموميه كيكون فيها العنف ظاهر، مثلا كاين الاساتذه اللي كيضربوا باي ادوات كالبيكار او المسطره في اي منطقه جاتو، سواء في الراس او في الوجه، مما كيؤدي بعض المرات الى عهد مستديمه عند التلاميذ ديالو. فهاد المشكل ديال ظاهره العنف ضد التلاميذ كتكون منتشره بزاف في المجتمع ديالنا المغربي في المدارس العمومية. لهذا فالعنف كيكون جد كيأثر على النفسية ديال التلميذ، أنه ما كيبقاش حامل الدراسة ديالو، ما كيبقاش حامل أنه يمشي للمدرسة، رغم أن هذه الدائرة كيكونوا واحد الدور ديال الأسرة فيها، حيتاش كيمشيو للتلاميذ كيشكوا لأولياء الأمور ديالهم، مع ذلك كيقول ليه لا راه خصك أنت اللي تقرا، أنت اللي درتي، أنت اللي فعلتي. يعني ماشي ما كيساعدوش الأبناء ديالهم في أن هذا المشكل ما خصوش يكون في التعليم ديالنا، بالعكس خصو يكون واحد المثابرة وواحد الجدية في العمل، وخص يكون يحترم الأستاذ النفسية ديال كل تلميذ عنده. المتعلق يعني بالعنف المدرسي خاصة يعني في علاقة الأستاذ بالتلميذ، فهو كما قلت يعني نتاج تراكمي لمجموعة يعني من العوامل، لكن من وجهة نظري سواء يعني تعلق الأمر يعني بأي كان هذا الطرف في ممارسته للعنف لا يجب أن يكون في حد ذاته. لماذا؟ لأن العنف في نهاية المطاف لا يولد إلا العنف، كما أنه يجب يعني مراجعة مجموعة من الأشياء، مجموعة من الأشياء لأنها هي التي يعني تقوم يعني بتوليد هذا العنف وكذلك يعني شرعنته، وبالتالي راجعوا منظومة يعني خاصة المنظومة التعليمية ومنظومة يعني الأسرية. شكرا. المهم العنف عمره كان حل اننا نحلوا به المشاكل ونحلوا به ولا نفهموا به شي حاجه. مثلا كتشوفي الاستاذ اللي كيبقى يضرب التلميذ انه ما فهمش شي تمرين ولا ما فهمش شي سؤال ولا شي حاجه ولا ما دارش التمارين، كيبقى يسلخو ولا شي حاجه. مثلا حتى الام فاش كتشوف ولدها دار بساله ولا مثلا ما بغاش يحفظ ولا شي حاجه كتبقى تضربو. عمر كان العنف يعني بحال هكا انه هو اللي غادي يخلي الدري الصغير ولا حتى التلميذ انه يدير داكشي اللي بغيتي؟ خاص بنادم خاصو يتعامل يعني بحنان ويتعامل معاه بشي حاجه بالعقل، يعني يتعامل معاه بالعقل باش انه يدير داكشي اللي باغي الاستاذ ولا مثلا الام. المهم هذا الشيء اللي كاين يدير في هذه القضيه انه نشوفوا شكون هو الملام، واش هو الاباء ديال التلميذه ولا الاستاذ. الا كان نيت الاستاذ هو فعلا اللي هو الملام ولا هو اللي دار هذه القضيه، خصو يتعاقب، لانه الانسان اللي هو عصبي ماشي مؤهل باش يكون مهني. الانسان اللي هو عصبي خصو يداوى، انا هادشي اللي كنقول. اما الا كان نيت الوالدين ديالها هما اللي خصهم يتعاقبوا، وهذا هو الراي ديالي. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.